يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوعريكي كل اثنين على الأقل دقيقتين حلقة جديدة. اليوم وهذا البرنامج راح يكون برعاية يوريكيت. تأكد قاعد تتابع حساب يوريكيت تك على الانستغرام، راح أحط لك رابط يكون موجود تحت. أول خبر اليوم الخبر المنتظر، شركة سامسونج وأخيرا أعلنت شنو سالفة السامسونج جالكسي نوت 7. ليش السامسونج جالكسي نوت 7 كان قاعد ينفجر؟ سالفته هل هي البطارية، هل هو التصميم، هل هو الديزاين، شنو المسألة؟ وأخيرا اليوم عرفنا شنو صار بالضبط. رسميا من شركة سامسونج قاعد تقول لنا إن الحين اللي صار مع أول دفعة كانت المشكلة في البطارية، واللي صارت في ثاني دفعة هم كانت مشكلة بالبطارية، بس كانت مشكلتين مختلفين تماما. أول مشكلة صارت كانت مع البطارية، لأن كون إن البطارية من صوب اليمين فوق حددها بالضبط top right corner، مكان اللي راح يكون فيه عندك الستريبس اللي هو موجب وسالب positive ونegative، قاعد يصير فيهم نوع من التماس ويسوي لك شورت كات حق السيركت كله ويسبب الانفجار او الاشتعال بالتليفون بعدين ينفجر. فهذه كانت الاساس المشكله الاولى، وهذا الشيء كان بسبه ان من فوق كان في عندك البطاريه فيها خلل، ان النحاس اللي فوق كانت تعوي من صوب السالب والموجب مره ثانيه ويصير فيهم التماس ويسبب لك نوع من الاشتعال، وبالذات راح يخلي التليفون ينفجر. السبب الثاني اللي صار انه هم راحوا حق مورد ثاني وضغطوا عليه علشان يسوون الريبليسمنت، ينزلونهم بسرعة وقت بالسوق عشان يقللون الخسارة مالتهم. نخلي قاعد يصير بالبطاريات نفس الشيء، قاعد يصير عندك انت التماس بين السالب والموجب بس بطريقة كانت مختلفة مع الدفعة الثانية مالت البطاريات. فأساس المشكلة ما كانت التصميم، أساس المشكلة كانت فعلا البطاريات. وهم علشان يحلون هذا الشيء خلوا اكثر من 700 شخص يشتغلوا بهالشغله، اكثر من 200 الف سامسونج جالكسي نوت 7 جربوها، واكثر من 30 الف بطاريه جربوها بروحها عشان يعرفون الخلل ويعطونا اياه فيها تاريخ، بالذات تاريخ 23/1/2017. فسامسونج الحين حطت لك هم شغله جديده علشان يخلون حمايه البطاريه تكون سيريس اكثر، عشان ما نحاتي بهالشيء هذا من ناحيه الاجهزه الجديده اللي ممكن تيجي، وان الموضوع صار عندهم هم اكيد جد اكثر، علشان مو بس الخساره اللي هم حطوها بالنسبه لهم، لان سمعت الشركه تاثرت من ناحيه سلسله النوت، وحتى ناس وايد قاعد تسالني يا احمد هل تتوقع سلسله النوت ترجع؟ في راح يكون عندنا شيء اسمه نوت 8، ولا راح يغيرون اسمه، ولا غير هالامور هذه كلها؟ راح اجاوب على الاسئله هذه كلها في الجزء الثاني من توقعات حق سامسونج جالكسي اس 8 في فيديو منفصل تماما. بس الحين الموجود عندنا ان سامسونج صراحه قاعد تسوي لك هي شغلات معينه علشان تقدر تشوف لك البطاريه اذا راح تكون فيها خلل قبل تنزل لك التليفونات الجديده اكيد. فاول شيء عندك الدوربيليتي تيست. الدوربيليتي تيست راح يشوفون في حاله اذا انت كنت من الناس اللي تحط البطاريه على الشاحن، هل انت تخليها تطول حتى لما يكون الشاحن 100%؟ راح يشوفون اذا البطاريه راح تشتعل ولا راح تنفجر. ثاني خطوه راح تكون الفيجوال انسبكشن، اللي هي التفتيش من ناحيه النظر بالعين، يشوفون البطاريه اذا هي صدق كانت قاعده تتغير شكلها من ناحيه الشحن والاستمرار وانت لما تيجي تستخدمها. الشيء الثاني راح يكون اكس راي تيست، هنا راح يسوي لك اكس راي على البطاريه علشان يشوفون شنو الشغلات اللي ممكن تصير الغير طبيعيه من ناحيه الاستخدام اللي انت ممكن تسويه مع البطاريه نفسها. بعدين راح يسوون تشارج وديسشارج تيست، يشحنونه يصير فصل يريدون يشحنونه مره ثانيه يشوفون شلون البطاريه تتعامل. بعدين يسوون تي في او سي تيست، ذيز ار نيو تيست The rest have been enhanced. TVOC test راح يكون تيست جديد أول مرة شركة سامسونج تسويه على البطاريات، اللي هو راح يكون check for any device of battery leak، اللي هو راح يشوفون في حالة إذا الأسيد اللي كان داخل البطارية قاعد يسوي ليك من ناحية الاستخدام المكثف على التليفون نفسه. Disassembling test، حتى لما هم يقولوا لك إن التليفون غير البطارية غير قابل للإزالة قاعد يسوي لك تيست الحين في حالة إذا في ناس راح تحاول إن هي بنفسها تبطل التليفون وتزيل البطارية، راح يشوفون في حالة إذا هذه فيها خطورة على المستخدم ولا لا. Accelerated usage test، راح يشوفون شلون هم يقدرون يسوون سيناريوز في حالة إذا أنت كنت من الناس اللي 24 ساعة ماسك تليفونك ما راح تحدى من يدك وراح تشحن التليفون يمكن أكثر من مرة باليوم، فراح يشوفون في حالة إذا أنت استخدمته بالطريقة هذه هل هذا ممكن يأثر على صحتك والتليفون من ناحية استخدام البطارية. أو آخر تيست راح يكون هو change بالOCV test، اللي هو checks for change in voltage during phone's production from beginning to the end، معناته راح يشوفون في حاله انت الفولتج مال التليفون من ناحيه ايش كثر هو قاعد ياخذ من الامبيرات الموجوده انت عندك بالطوفه عشان يشحنك البطاريه، هل هي راح تتغير من لما انت تشتري التليفون لين انت فعليا تصير تستخدم التليفون. هذه التست كلها قاعد يسوون لك اياها حاليا شركه سامسونج على التليفونات اللي قاعد يصنعونها علشان يقدرون يرتاحون هم نفسيا ويريحونك انت كمستهلك وترجع نوع من الثقه في حاله اذا انت خسرتها من شركه سامسونج، ان هل تليفوني راح ينفجر؟ هل انا اشتري تليفون سامسونج جالكسي اس 8 راح ينزل شكله وايد حلو بس انا حاط البطاريه تنفجر، هل راح سامسونج تسوي فينا كذي؟ انا اتوقع ان هذا الشيء راح يساعد شركه سامسونج اكيد ان هي تحافظ على سمعتها من ناحيه اكيد شنو يصير انت معك بالبطاريه. شيء ثاني
تلفون الوحيد اللي صارت فيه مشاكل هي سامسونج جالكسي نوت 7، فوارد جدا المشكله اللي صارت في البطاريه كانت تخص سامسونج جالكسي نوت 7 فقط لا غير. S7 ايدج S7 العادي كلهم قاعدين يباعون ما فيهم اي نوع من المشاكل من ناحيه البطاريه، فما ظنيت ان سامسونج كل شيء راح تصنع الحين راح ينفجر وصار فيه مشكله. انا من الناس اللي الحين اثق منتجات سامسونج، انا من الناس اللي الحين قاعد اجرب منتجات سامسونج وما عندي مشكله معاهم. شيم على قولتهم، حسافه على اللي صار على سامسونج جالكسي نوت 7، لان الجهاز كان جدا ممتاز وكنت اتمنى انه الحين موجود بالسوق، بس بالمقابل قدر الله ما شاء فعل هذا اللي صار. تعلم من اغلاطنا، وكل اطراق بتعلومه، وغلطه الشاطر بألف على قولتهم احنا نقولها هني. ألف شنو عاد ما ادري، ألف شنو ما ادري، صدق نص ألف. الخبر الثاني، شركة سانجن ماد اوريدي تكلمنا ان هي سكرت صح، بس المطورين مالتها تهموا كوننا هو اوبن سورس بروجكت، وخذوا موضوع سانجن طوروا صار الحين اسمه لينيا جوس. الحين لينيا جوس راح يكون هو بالضبط سانجن ماد، نفس المطورين اللي عندك، براندنج مختلف، امور كثيرة راح تتغير من ناحية السياسة مالتهم، يمكن يركزون اكثر على الموديفيكيشنز اللي انت ممكن تسويها على التليفون نفسه، بدال يسوي لك نظام تشغيلي كامل متكامل، بس راح يكملون على حتى نفس النمرة اللي كانت موجودة عليها سانجن ماد. اندرويد 7.0 نوجت 14.0 سانجن ماد صار هو الحين لينيج او اس، وهذه كل الامور راح تصير تتطور خلال الفتره الجايه، ونشوف نظام تشغيلي جديد من شركه سانجن ماد على اسم لينيج او اس، اكيد راح يكون مبني على نظام تشغيلي مال اندرويد 7.0، ويحاولون يسوي لك اياه انه هو يكون مستقل اكثر بدون خدمات جوجل، كأن نظام تشغيلي حق تليفونات الصينية اساسا بشكل اندرويد خام. متحمس؟ اكيد متحمس، لان اكره شيء انا عندي تنزل تكون موجوده على نظام تشغيلي مال اندرويد من تليفونات صينيه. هي تليفونات الصينيه اساسا شكلهم وايد يحطوا لك اياه يشبه الايفون، كون ان الصين وايد يستعملون الايفون ويحبون الايفون، ما تحتاج انت جوجل بلاي سيرفيسز عشان تشغل ايفون ويشتغل بطريقه وايد افضل. وانا تخيلني اعطيك تليفون اندرويد ولا اعطيك ايفون، بس تليفون اندرويد ما في جوجل بلاي سيرفيسز، لا والله عطني ايفون، احتاج جوجل بلاي سيرفيسز عشان تخلي تجربتي من ناحيه الاستخدام مال التليفون تكون وايد وايد افضل. فهذه الامور كلها انت راح تحصلها على نظام تشغيلي مال تليفونات اللي يكون موجوده مصنعه حق الصين على اندرويد، فما بالك لما يصير عليها اندرويد خام، لما تيجي تطلعها برا الصين بس تحط عليها جوجل سيرفيسز فريم ورك وتشغل بعدين خدمات جوجل عليها، يصير عندك التلنيج او اس. فانا متحمس صراحه حق هالشيء. تسريبات صارت الحين حق تليفونين من شركه هواوي، واحد منهم عليه البراندنج مال اونر وشكله من الخلف راح يكون عليه كاميرتين، السيت اب مالهم وايد يشبه الايفون 7 بلس، وتليفون ثاني عليه براندنج مال هواوي. المفروض التركيز الحين كله يروح حق المؤتمر اللي راح يجينا في شهر 2 في برشلونه تاريخ 26/2 بالتحديد، ان شاء الله راح اكون بعد انا موجود في برشلونه في ام دبليو سي، وهالمره راح اروح باستضافه هواوي. متحمس صراحه عشان اشوف شلون الوضع راح يختلف، وراح يكون المفروض الاعلان حاليا او الاشاعات كلها قاعد تدل ان المفروض الاعلان يكون حق الواوي بي 10، ويمكن نشوف واوي بي 10 بلس ان شاء الله. فيديو منفصل تماما هم راح اسوي لكم اياه، نتكلم عن توقعاتي عن الواوي بي 10 وبي 10 بلس، يوم شاشه منحنيه مو شاشه منحنيه وغيرها من هالامور هذه. بس حاليا في تسريبات على التليفون الثاني نهائيا ما لها علاقه لا بالبي 10 ولا بالبي 10 بلس، انتم ايش رايكم؟ مو المفروض الواوي الحين تركز بس على الفلاج شيبس اللي المفروض ينزلون حق سنه 2017 ولا لا؟ اكو تسريبات ثانيه من ناحيه جهاز اللوحي من شركه نوكيا، راح يكون عليه نظام تشغيلي مال اندرويد وحجم الشاشه 18.4. كبر الجالكسي فيو تاب اللي شفتوه هذا الكبير اللي عليه ستاند راح يكون كبر الحجم ماله، بس عليه نظام تشغيل مال اندرويد 7.0 نوجت بايندر الكاستم سكين مال نوكيا اللي احنا ما شفناه على الفلاج شيب ديفايسز غير النوكيا 6 اوريدي نزل بالسوق مال الصيني وخلص من اول دقيقه. كنت قاعد اتكلم عن مليون جهاز تقريبا، فبدايه جدا ممتازه حق شركه نوكيا. ما يندرى اذا انت راح تشوف نفس الرياكشن حق فلاج شيب من شركه نوكيا عقب ما يتم الاعلان ان شاء الله في ام دبليو سي، بس بالمقابل راح في تسريب حق تابلت بحجم وايد وايد كبير من شركه نوكيا على نظام تشغيل مال اندرويد نوجت. اكيد نزل بالسوق العربي رسمي هواوي اونر 6X، راح يجي في كاميرتين من الخلف 12 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل، ما راح تقدر تتحكم انت باي عدسه تصور، بس المفروض يعطيك اوتو فوكسنج وايد اسرع، شال دبث فيلد وايد افضل، واداء وايد وايد احسن. طبعا سعر التليفون راح يكون جدا منخفض كون انه هو من سلسله اونر، وراح يكون جوده التصنيع جدا ممتازه. بالمقابل راح انت تحصل تليفون، التليفون راح يكون فيه عليه 30 جيجا بايت ذاكره عشوائيه، 32 جيجا بايت ذاكره داخليه، شاشه 5.5 بوصه وغيره من الامور، وجوده التصنيع ممتازه وغيره من الامور انت عاده تحصلها من شركه هواوي. اشاعات تقول ان ال جي جي 6 بدال هي تدش في لعبه الاي اي، او ان شلون انت تقدر تسوي المساعد الصوتي نفس الموجود عندنا احنا جوجل اسيست على جوجل. اوكي جوجل، واتس ذا ديت توداي؟ تصوير اليوم ها. بدل هم يسوون لهم شيء جديد مال صوتيات، لا راح يستخدمون نفس اللي موجود انت عندك جوجل اسيست اللي موجود بالبيكسل، وهذا كان حصر حق تليفونات البيكسل بيكسل اكس ال، واحتمال نشوف ان جوجل ممكن تخلي ال جي تنزل على ال جي جي 6. اذا تبون فيديو اتكلم عن شنو الشغلات اللي احنا متوقعينها حق ال جي جي 6 في مؤتمر برشلونه، لا تنسى تعطي هذا الفيديو لايك.
فبس هذه الاخبار اللي كانت عندنا احنا اليوم. ان شاء الله باذن واحد احد اشوفكم اسبوع الجاي في حلقه كل اثنين دقيقتين او على الاقل دقيقتين كل اثنين. سامحوني على طالك، سامحكم تعيشون. احمد بعريكي في امان الله الكريم.